سيد رئيس الحكومه التونسي واللي اكد لي انه راح يصدر بيان رسمي يوم مناقشه قانون الماليه وين يتم الاعلان رسميا على الغاء هذه الضريبه الاسابيع القادمه ان شاء الله والبارح وردني اتصال من اخي وصديقي كاتب الدوله التونسي المكلف بالمغتربين التونسيين السيد رضوان عياره واللي اكد لي انه راح يكون في اجتماع بيني وبينه وبين الاخ منجي الحرباوي لدراسه كيفيه الغاء هذه الضريبه انه اليوم الجزائر اذا تم الغاء الضريبه من الجانب التونسي سيتم نظن انه الجزائر ستتبع وساكون وهنا ساقود حمله للمطالبه بالغاء الضريبه طبعا اكيد اكيد